الافكار الوطنيه الموجود المواليد الله يعين المولدات يعني شهر من الصبح داخل بالليل الساعه 1 بالليل يطفي يوميا هذه استقاره فالوطن هسه يجيك ساعه ساعتين عزل فنطالب من الحكومه من المسؤولين من اي انسان يخدم هذا الوطن جاء يجي الورع الوطني مالنا احنا لان المنطقه منكوبه المنطقه المنكوبه سبوها من المنطقه المنكوبه يعني لمن اتجه اللي متوقع شيء امرك غير الله والمسؤولين فنسال نسال المحافظ نينوى مودي كهرباء الماي ما عندنا ماي حاو والله ماي حاو ماكو هسه طلع الحمام هسه جاء وقتها جاء الوطني ساعتين ما تكفي السخان يعلق لما يعلق طفى ترجع ماي نفس البغد هذه من الجاز جاز موجود 50 لتر وزعوا للعالم اللي من 50 لتر مال البغد نحن نشكر قناة الموصلية على زيارتها إلى منطقة باب لقش ونحن قبل من رجعنا على المنطقة قبل سنتين نظام العشم بيرات نظام العشم بيرات ما ينطفي عندنا ومكفينا وزيد هو جاء الوطني الكيبلات عين طفي برمجوه مع جانب الأيسر يعني نحن سماعة كفينا الوطني تحمل يا دوب تحمل حمام والمواليد قاعد تشتغل لي ساعة واحدة بالليل وتنطفي مدينة أشباح نحن منطقة باب لقش يعني ما ابد يعني ما حيثيق يطلع بغى اذا واحد عنده مريض ما تيق يوصله للمستشفى بالظلمات الاطفال يقعدون يروحون بالظلمات الصبح المدرسي يعني يا بالنسبه لي تعلق المولده لي ساعه واحده بالليل العشم بيرات افضل لنا والله مكفينا حمامات اللي ناره كلنا علقها تلفزيون ثلاجي ما ينطفي يعني حيل مليح مرتاحين هسه كل ست ساعات هاك الشيء يجي ساعتين وينطفي نوبات الناس تعجن يطشون العجين وما يجي الوطني يحمض من 20 ساعة صار ساعتين ساعتين بالنار وساعتين بالليل الماي كفيكم الساعتين؟ ايش كفي؟ على عيش حمل ابو المولدة بالشهر 30 ألف عن نصف عشرات لابو المولدة واني رعاية اجتماعية احتياجات خاصة راتبي كله على عصير للكهرب باب المولدة ثانيا تجي للماي الماي كل اسبوع يعطي يومين يقطعوا على اسبوع ينقطع الماي والله الوضع ما منيح ما الكهرب وكل ساعات يجي كل هذه اي والله ويجي مرات يجي ساعة وينطفي مرات ساعة ساعة ساعتين الا ربع ينطفي والله عند براي ايش نعمل نطبخ على الغاز علقه على الطبق هاي ايش طالب ايش طالب يعملون الكهرباء يعملون خدمات الوضع الكهرباء مو مريح والله قبل كان احسن قبل كنت افتح ما عاد لي مغب هسه من انت في وطني من انت في وطني عازل معانو عازل واطلع البيت بيبي تيجي يجيني الساعة 10 بالليل يا انا الساعة 10 بالليل ارتاح اشتغل والله ما مديح الكهرباء والله بالبيت شلون بالبيت بقى عندنا مولدة تبن بها ساحبين وفضل امرنا الله ايش الطالب؟ والله طالب اللي الخيرين طالب الحكومة اذا اكو حكومة طالب كل واحد خير شعلنا بس الكهرباء الوطني يعني عشان بيرات انت المدينة قديمة كمنا احسن احسن عشان بيرات كان ما ينطفي عندنا ولا نعرف شنو مولدة ولا كل شيء ما نعرف يعني ما نعرف مواليد الوطني ما ينطبيع بالكامل العشم بيرات كانت احسن.